قبل ما ادري المقطع يا حبايب، جيش مملكة القصص فجر هذا المقطع باللايكات، صارنا فترة ما ادري نوصل لايكات، فجر هذا المقطع باللايكات. الخبر الاولي عدنا انا محمد جواني، وللاسف المشكلة اللي صارت بيني وبين ريدر، فاول شيء يا حبايب هم شالوا الفرع عن بعض، بعدين محمد جواني زعل حسبه بالانستغرام هذا الستوري، كاتب في شخص مفكر حاله رابر، كل فترة بتركه يحكي على كيفه بس هالمرة غير كل مرة، بحب لك اللي عامل حالك رابر، لومو ياسو ما عرفتك، مشان هيك انضبوا عيب هالحركات المشهورة علي، الكل بيعرف جواني بيحكي بالوجه وما بتخبى ورا الخاص وبيحكي على الناس. مشان هيك انضب يا ولد. واللي جوا كان كاتب رابر من الويش، يا مثل قصد انه رابر من باب الشرجي، وصار يقول انه مياس معرفتك، فهي من الواضح انه هو يقصد ريدر بكلامه يا حبايب. بالاضافه يا حبايب نزل شويه ستوريات، وبهذه الستوريات كنت اشكر متابعينا على وقفتهم وياه، وبنفس الوقت صار احكي كلام على ريدر وذكر بماضيه، راكم راح تكون الستوريات كلش مو مشوفوها. اغلب الرسائل نحن معك للدايق، وشكرا لكل الرسائل الحلوه يا اخوان، والله مو متضايق. اللي بزعجني انه هي الناس لا بتعرف مين هي، وايمت صار يوتيوبر، كيف صار يوتيوبر فجأة بطلع هيك، نحن بدنا نحط راسنا براس جواني. لك يا ابني لما كان جواني موجود بالساحة انت كنت تعلق عنده بالكومنتات مشترك مردودة، اشتركوا بقناتي، حلمي وصل 1000 مشترك. حاليا تحط راسك براسي ولا عامل حاله رابر، وهو بيعرف كيف جمع المشتركين وكيف جمع وكيف صار مشهور، واول من طلع على اسم مين ومين عبره بالساحة. خلاص رابر من الويش، من محلات القطع المستعملة. طبعا لأن مو واحد بيهم شرح شو سبب الخلاف اللي ما بينهم، إن شاء الله يرمي صر أي شيء بيناتهم يصالحون بأسرع وقت، وأكيد لازم ننتظر ريد ريدر على مدار شنو اللي قاعد يصير. طبعا اكتبوا بالكومنتات يا حبايب شنو توقعاتهم اللي قاعد يصير، شنو سبب الخلاف اللي صار بيناتهم، وطبعا مثل ما تعرفوا أنا صديقهم الاثنين، فإن شاء الله ما يصير شيء بيناتهم. وننتقل حاليا لبيسان إسماعيل وقمر، ليش هم مضايجين ديبتون؟ بالنسبة لبيسان يا حبايب نزلت هذا الستوري كان كاتبه بي، حسبي الله ونعم الوكيل، كل ما نزل فيديو بياكل إبلاغات، يعني والله في ناس ما بتخاف الله كل ما بنزل فيديو بتعملوا إبلاغ، ليش؟ حبايبي آخر فيديو عندي عليه إبلاغات، يعني ما بعرف شو الواحد لازم يتصرف مع هيك عالم. وشاركت باللي جوا، هذا هو رابط الفيديو، اتمنى تدعموه وتوقفون بظهري. وبعدين نزل شويه ستوريات واضح انه كانت مذاقه يا حبايب، تطلب من المتابعين يوقفون وياها. طبعا يا حبايب هي اكو مشكله باليوتيوب مو بس قصه بلاغات، للاسف هاي مشكله باليوتيوب بدها تنزل كل يعني اليوتيوب كله نازل حاليا كمشاهدات، هاكو روح شوفوا الستوريات مالتها. في كميه من العالم جد ما بتستحي، لا كل ما نزل فيديو بيجي عليه ابلاغات مو طبيعيه، كميه تحريض مو طبيعيه، يعني جد ما بعرف شو بدي احكي، ما بعرف كيف بدي اتعامل مع هيك عالم. حبايبي الفيديو اخذ علامة حمراء وليس صفراء، حمراء يعني الفيديو وقناتي هيك كتير بتنضر، وما بعرف مين هالعالم المريضة اللي عن جد بتضرني لهي الدرجة. فحبايبي انا كتير انهز بدني صراحة هلا، لاني انا بتعرفوا انتو روحي وقناتي روحي شي مني، فانا لما حدا يجي يأذيها بنزعج. هيك رح احطلكم رابط الفيديو هون شوفوه. بالنسبة لقمر يا حبايب، فوصل حسبها بالانستغرام اول شيء 1,900,000 متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. وبنفس الوقت يا حبايب نزلت هذا الستوري، كانت يسالوها متابعين ليش المشاهدات قليله على اخر مقطع نزلتها، فكانت كاتبه اوكي وكتبت لي جوا، طبعا اكو جماعه دي يسمون الابلاغات والاشعارات ما توصل لكل، لهذا التفاعل قل. وبعدين نزلت هذا الستوري تقول الفيديو طلع ترند الاول، ولكن هي نوعا ما اكو مشكله باليوتيوب مثل ما قلت لكم يا حبايب، هي سبب تنزيل المشاهدات باليوتيوب. اكون الله يوفق الكل وان شاء الله الكل يرجع مشاهداته مثل قبل. روح حاليا لغيث مروان واسامه مروه، هل صارت مشكله بيناتهم؟ فطلعت هذه الاشاعه يا حبايب بعد ما غيث مروان واسامه مروه صار لهم فتره ما قاعد يحكون ويا بعض، ويقولون من الناس انه ما يلتقون ويا بعض فاكو خلاف بيناتهم. وحاليا انه وصل يا حبايب راحوا دبي وهم ما التقوا ويا غيث، فشنو تتوقعوا عن السبب؟ ما ادري اكتبوا احبوا بالكومنتات هل خلاف بيناتهم او لا. واخر شيء نختم بارش داده يا حبايب، وصل حسابه بالتيك توك ل 9 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. طبعا ما بقى شيء، ولا تنسون يا حبايب تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز. بس والله حبايبنا وصلت مقطع فجر ذا مقطع باللايكات، وبس كان كفايه زي مقاطع من مثل القصص. مع السلامة.